نحمد الله سبحانه وتعالى عز وجل ونشكره على هذا الانتصار الرائع ضد داعش، وارتاحنا نفسيا من حررنا، خلصنا من داعش بصاية الله وبصاية الجيش العراقي الباسل شرع قلع. زين، انت برايك حجي، انت باعتبارك احد ابناء المدينه، نعم، محضر برايك لبعد ما بعد هذه المرحله، يعني انت على مستوى شخصك؟ والله احمد الله واشكره بيتي ما بي شيء، بس محلي هيئه الاعمار ان شاء الله الاسبوع الجاي اذا الله سهل علينا وترجع الحياه طبيعيه بعون الله تعالى سبحانه وعز وجل، وما يصير الا الخير ان شاء الله. ابو حكمه حماد حجي، ايش رايك بتحرير المدينه؟ والله تحرير عظيم، والله يبارك بيهم، بس تاخروا علينا، ليش الدواعش انتقموا مننا موتونا من جوعنا؟ يعني انا اعرف 4 اشخاص ماتوا من الجوع، كبار، 2 نسوان واثنين زلم، واولادنا ماتوا من الجوع، وبيوتنا الحمد لله صارت قاعه، وصفينا بهدومنا، ما عندنا لا غرض ولا سياره ولا بيت. طيب حجي، انت على المستوى الشخصي باعتبارك يعني واحده من خلينا نقول نساء الموصل، شو محضره ما بعد داعش؟ والله ما محضره كل شيء، لان ما عندي يعني هسه الشيء انه احضره، بعد اشوف اني يعني ويسا بنصل، اش الحكومه راح تجازينا، اش تكافينا، تعوضنا ما تعوضنا، اش نحضر ونحن عصر بدينا من الصفر، ما صحيح، بس لازم نبدي من الصفر مره الاخ. انا عروبه احمد خليل، الحمد لله خير من الله، من الله خلصنا الحمد لله والشكر، جينا القوات الامنيه مسيطره وجينا براحتنا والحمد لله والشكر، كنا وين صعبه، والله صعبه كنا، شفنا شيء ما حد شايفه الحمد لله، فرحتي طلعتها من هاي تسوى الدنيا وما بيها، بس لما الله طلعني انا وجهالي زين وهالناس هاي تسوى ايش اقول لك، ما توصف، والحمد لله والشكر من الله خلصنا. اسم صدام عبد الله. يا الله كيفنا، والله الحمد لله تحررنا وخلصنا من داعش، والله كان موتنا من الجوع، والله ما ظل عندنا حتى طحين قمنا ناكل جريش، والله خطايا منطقة قديمة حتى ما يقول لي يشترون البزون ياكلونه، والله ايش قد نقهرنا عليها، والله الباحة من سوى احتفالات كيفنا. طيب انت هسه طفل، ايه انت شيء اكيد كنت بالمدرسة، هسه انت ما بعد داعش، شو راح تسوي؟ راح اقعد وارجع على المدرسة. شو تحب تصير بعدها يعني؟ صير دكتور. طيب انت شو تعلمت من هاي الأزمة كلها؟ والله كل شيء ما تعلمناه، بس القهر من ورا داعش. اسمك؟ علي عبد الرحيم، احمد علي. فرحة انتهى شيء، كل شيء انتهى يعني. الاجرام والدمار ان شاء الله انتهى. بعد ماكو حرمة تنهب وبيت ينسلب ورجل يقتل على طريقة الدواعش، وان شاء الله احنا بخير. اتمنى الاعمار والحكومة الصالحة، الامن المضبوط يعني، خاصة تطوع من اهل المدينة، حظ الروح عن مدينتي متطوعاني. مصعب غانم احمد. شعوري ان الفرح عم على الكل، على كل العراقيين، مو بس الموصل عامة، لا ولكن العراق عامة، العراق من الفاو حتى البصرة، من العراق من الموصل حتى البصرة، هذا الشعور الفرحة كلها حضنت على الموصل. محمد نزار حازم. فرحة انتهى شيء، كل شيء انتهى يعني، الإجرام والدمار إن شاء الله انتهى، بعد ماكو حرمة تنهب وبيت ينسلب ورجل يقتل على طريقة الدواعش، وإن شاء الله إحنا بخير. أتمنى الإعمار والحكومة الصالحة، الأمن المضبوط يعني، خاصة تطوع من أهل المدينة، حظ الروح عن مدينتي متطوعاني. مصعب غانم أحمد. شعوري أن الفرح عم على الكل، على كل العراقيين، مو بس الموصل عامة، لا ولكن العراق عامة، العراق من الفاو حتى البصرة، من العراق من الموصل حتى البصرة، هذا الشعور الفرحة كلها حضنت على الموصل. محمد نزار حازم.